لكم مرحبا بكم مشاهدينا في الموسم الثامن من برنامج رشيد. اليوم حلقه خاصه واستثنائيه، هي اوماج للجهه الشرقيه، داكشي علاش بغيت شي ريتم ديال الرقاده سعيد. يلا ايوا اليوم مشاهدينا حاضرين معنا جوج ديال النجوم المغاربه، جوج ديال الاجيال اللي قدروا يديروا واحد لافيزيون من خلال واحد الاغنيه اللي حققت نجاح كبير وصلت ل 80 مليون مشاهده. نخليكم تعرفوا على الاغنيه ونستقبلوا ضيوف ديال حلقه اليوم. مشاهدينا استقبلوا معي بحراره الشيخ مختار البركاني وايمن السرحاني. مختار البركاني وايمن السرحاني. ايمن سرحاني ومختار البركاني. السلام عليكم. نهار كبير هذا. الله يبارك فيك. الله شرفتينا الشيخ مختار البركاني. الله يطول عمرك وشكرا بزاف على الاستضافه هذه، وشكرا للطاقم كامل ديال الدوزام، وهالتحيه ديالي. مرحبا بايمن سرحاني. الله يحفظك اخويا رشيد، صافا؟ نهار كبير هذا. ساعة سعيدة هذه. وي نشطونا بعدا. برافو عليكم، كيف جاتكم الأغنية؟ الحمد لله الحمد لله. ميرسي. تبارك الله الأغنية حققت 80 مليون مشاهدة، هذا رقم ماشي سهل. الحمد لله الحمد لله. ياك. الحمد لله، أنا ما نكذبش عليك أخويا رشيد، هذه الفكرة ديال الوالدة ديالي، واخا أنايا كنت نفكر فيها، أنا كنت صغير كنت نسمع الشيخ المختار البركاني، وش غادي نقول لك؟ من بعد مهم كانوا بزاف ديال الحوايج صراو في الحياه ديالي. ان مومون دوني قالت لي علاش ما ديرش مع عمي المختار؟ قلت لها وي بيان سور، هذه ديجا الفكره كانت عندي، ولكن ملي انت قلتيها لي والله تنديرها. سي سكي سي باسي، خديت التليفون ديالي، الو عمي المختار، تاك عمي المختار صافارك مزيان بخير، فوالا عندي واحد البروجي، الى زعما جاك الخاطر باش دير اغنيه معايا مرحبا. قال لي وي بيان سور باتاتي باتاتا. قلت له شوف كيفاش باتاتي باتاتا؟ انت راك باغي. لا لا ولكن بلاتي بلاتي، حيت انا اللي كنعرف، انا اللي كنعرف بان الشيخ المختار البركاني ما عمرو قال باتاتي باتاتا. سي با كاب قولها له. هو باتاتي باتاتي كان يقولها للمصورين اللي جاو عندنا. كان اللغه ما عمرو سمعتها. المهم هذه فقط باش نضحكوا، اتصلتي به اقترحتي عليه فكره الاغنيه. وي سي فغي. وي وانت عجبتك الفكره رحبتي بها؟ نعم، لانه السي ايمن السرحاني اللي عيط لي هضر معايا قال لي السي المختار هك الغالي عمي. فوالا قول ما عليك عمي المختار، عمي المختار. انا قلت هذا شي ولد خويا راه هامل اللي عاود كيفاش وقع. ايوا المهم قال لي ايمن السرحانيه كيفاش كيفاش، قلت له مرحبا مشرفين. قال لي ودي بغينا نتلاقاو، راه جاتني واحد الفكره كيفاش كيفاش. لانه هذا مني كان صغير كانت عنده واحد 5 سنين ولا 6 كان عند حنا. اييه راك تشوف هذا الجيل ديال اليوم، عامين يسمع الموسيقى يبدا يشطح واحد حناه. قلت لهم هذا غادي يولي يغني، لانه حنا كانت تسمع لي هي والوالده ديالو. سي فغي سي فغي. سمعوا لي اجيال. سي فغي سي فغي. بارك الله. وسبحان الله العلي العظيم قد فراسو الدور حتى لقانا الله. سي فغي. انا مشيت عنده وقلت له مرحبا بك، ومنين بغيت الرقاده راك عارف واحد الانسان يحب الصنعه ديالك تحبه ديما في دقيق تدعي له بالتسخير. مشيت عنده قلت له انا هما عناوين اللي راك باغي. وعطاني العناوين قلت له الله يسخر. كاينه. وهاد الاغنيه اللي غنيتو ديال الفاكانسيه هي ماخوذه من اغاني ديالك. نعم اكزاكتومون. دونك انا شنو درت؟ قلت له عمي المختار، هو قال لي علاش ما نديرش الجديد؟
شوفوا قال لي علاش ما نديروش الجديد؟ قلت له عمي المختار جيوني دي خليني الله يخليك اما جيوي على خاطرك. قلت له شوف غادي نديرو ما نديكش الفاكونسيه نسايني ديري جلابه رواحي خارجه ستوبلي دير في مقطع يعني بزاف د الاغاني ديالك تجمعتهم في اغنيه واحده. جي فاهم ادلي جي فاهم كوكتيل ولكن الفكره ديالو برافو عليكم هو الفكره ولكن نحييكم علاش؟ لانه كنحييكم لانه تبارك الله انك كرتي في هذا الجيل هذا وانك تحيي التراث هذا ديال الشيخ بركاني اللي تبارك الله التراث المغربي يا ميم تو بغيت ندير وعدنا السي رشيد اسمح لي راه وعدني وعدك فاش هذا بحال اللي تقول مغني ومجذوب جوج حوايج نو والله ما قلتي مجذوب حتى مجذوب والله حتى نحلف لك حق مجذوب مجذوب حق سيدي زحنون الى هذا مجذوب حق سيدك شكون؟ سيدي زحنون قال لي هل الاغاني غادي نديروهم يا عمي المختار ونصوروهم وكذا قال لي الرقاده غادي توصل للعالميه والله العلي العظيم بالله انا ما كنزيدش عليه ولا ولكن راه هذا الرقم راه رقم كبير بزاف 80 مليون مشاهده راه ما ساهلش نعم وفعلا كانت الرقاده ما كانش عندها هذا هو دابا اسمح لي دابا كانوا يسمعوا لي الكبار كبار في السن والله اش كانوا يسمعوا لي انا كنقول كلام بلدي عندي شي كلام ما كانوش يفهموه ولكن بالعربيه ما يفهموش هذا الكليب اللي درنا انا والسي ايمن ولا الشباب دابا كل شيء كيحب الرقاده يا سلام هيا هنا في كازا انا وليت كنحماق على الرقاده انا اليوم الا ما علمتينيش هاد الشطحات ضد الرقاده ما غنتفكش روح روح دروش كيفاش كيفاش لازم كيفاش خماسيه خماسيه تاك 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 ما كنعرفش خماسيه ما كنعرفش لا لا دي بلا سلاح عاود هادي دير خماسيه 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 يلا هادي عاود اه سي سا اه عاود لاود ورقاده رقاده هكذا عاود لاود عاود لاود هكا 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 شر عاود برافو عليك برافو 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 بارك الله عليك ما عندي ما تسرقني رقادة الإيقاع ديالها ماشي سهلة لا صعيب صعيب الإيقاع ديال الرقادة صعيب راه فيها واحد فيها بزاف ديال الحساب حنا عندنا الجهه الشرقيه شحال الحساب تقريبا شحال حنا عندنا الجهه الشرقيه السي رشيد كاين غادي نقول لك الموازن باش تعرف عندنا العروبي ميزان سميتو عروبي عندنا الرقاده عندنا المنقوشي عندنا السايق المطار عندنا الرقاده عندنا العلاوي هذو صحاب العلاوي منين يكونوا يشطحوا كيفاش عطيني مثلا بحال اش كاين كيفاش كاين ديال الجنون يا عدو بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم هاد العلاوي الناس اللي كيشطحوا حنا نقولوا البراطه كيشطحوا البراطه ديال العلاوي لو كان البنادريه يخسروا له الضربه يقدر يضربوا للراس بالعصا قسما بالله الا طيح الميزان لا غلط غلط في الحساب راه كاين شي يعني اللي غلط يجيبها في راسه لا يسمى الا عنده الغلط غير يقعد في الدار اوكي بعد هذاك السبت ما يخدمش اللي تال نهار اخر
كاين اللي مبليين ما يزق يطير ربي اللي خلقو منين يبقى يسمع ذاك نعم كاين بني مطهر ميسور تويس او سرحاني تو جاني مجدوب نعم هذا مجدوب فيني راني نكون قال صغير انا ويا غير انا نقول واحد الكلمه وينقز في السماء سي ربي ويبقى اعطيه شي حاجه هكا معاهم خليه ينقز هذيك تاع مانيش عارف تا انا ما رانيش عارف حبك اختي جاني قوي راني نفكر ضالي المجاجه راني نفكر فيك اختي زياد تبرد قلبي كل يوم راني قلبي نسيك المال وعلاجه حبك اختي جاني قوي وراني نفكر ضالي المجاجه راني نفكر فيك اختي زياد طولتوا بزاف راه كنا نستناو الغرامه احنا في الجامع نسيت هذه بيت سلك والله الا ليله زينه مختار البركاني والله الا ليله زينه هذه اللي شفناك فيها وانا ما كنتش عارف عندك هذه الروح المريحه تبارك الله والضحك وتقشاب لو بزاف غير نضحك انا والله العلي العظيم واليوم غنضحكوا مزيان ان شاء الله مرحبا الشيخ المختار البركاني وايمن سرحاني دابا عندنا واحد الفقره اللي سميتها كلاش باك اللي غادي نضحكوا فيها شي شويه مرحبا ما غنقولش لكم بزاف تشوفوها واعطوني الاخبار اوكي يلا حاجيتك ما جيتك على واحد الا ما جيتيش بالسيرفيس والله لا تزوجك كاينه ولا لا باوي ولا عطيه واش ضروري 38 اي 38 ولا عطيه 40 نقول لك ايمن السرحاني بلا ما نقول لكم شكون هو حيت كلكم عارفينه اللي ما عرفوش عليه هو انه ماشي مغني مغوي اما الحاج المختار اللي قلنا بعقله اطلع كثار منه جمعوا في ديسك واحد كنظن كان عندهم في مشكل مع شي فاكانسيه وانا خوتك وحرين فيا ما كنبير النار كل يوم شعله المشكل بالضبط ما عرفتوش حيت بجوجهم باغيين ينساوا عاود لينا اش كاين اخويا ايمن الحب كيهدف اخويا من نهار عرفت السرحاني هو سيليباطير دي سيدي تنتزوج ايوا مبروك يا سيدي الله يكمل وعندك عاد دبك الحب عاود ثاني شكرا بزاف ويتك ويتك ما كنتش عارف كمينيو وانت السي المختار كاين شي حب انا درويش اودي غاقول راك تعرفني غبيناتنا كرفست بزاف نتبعهم وعلاش مالك انا كنت مبلي يلا الله يعاون السي المختار الله يعاون اش التعليق ديالك السي البركاني ايوا التعليق ديالنا السي رشيد هذا الا زادوا معنا غير يومين عمرهم ما نزيدوا في الحرف الاغنيه ديال الفاكانسيه وي خرجتيها ايمن من بعد واحد الغياب ديالك اكزاكتلي واحد الوقت ما بقيتيش كتخرج اغاني سي فغي ولكن فاش خرجت الاغنيه كيف قلت حققت نجاح كبير نسولكم هذا السؤال دابا نعم لمن كيرجع النجاح ديال الاغنيه نقدر نجاوب جاوب اوكي بون الوغ في نظركم غادي Je vais passer par plusieurs étapes. Hein. Je ne sais pas comment on dit ça en arabe. Par plus... Je vais passer. Samurro bi aïdati marahel. Shukran. Aouda, aouda. Aouda. Samurro bi aïdati marahel. Bi aïdi. Aïdati marahel. Aïdi ta marahel. Hayya bina ya sadiqi. Allahu akbar. C'est bon. Bon, mouhim. Alors, c'est passé par plusieurs étapes. C'est-à-dire que, ana ya awalen, ana aït l'ami al-mukhtar. Fahad l'istijwabat kay goul. راه ايمن سرحاني ردني في التسعينات تو سي سكو سا فو دير سا واحد الانسان اللي انا نحسب راسي بحال ولدو كيقول لي كاميرا يقول راه ردني في التسعينات سا فو دير درت ديو معاه اوكي كما قال الاخر بيني وبينتو ولكن كمان بحال حتى هو فرح باسكو هو حتى هو بان كما انا بنت انا ما نكذبش عليك مع انا عيطت له كلشي الفضل يولي ليه هو برافو عليك وي وي برافو وي 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 انا نعترف بها باسكو مهم راكم فهمتوا جي قلت بزاف ديال التفاصيل دونك سي بون با بغيت نبارلي مزيان مزيان
ياك يضرب عليها درك انت راك تقر ما كان لا زلات لا والو راك تقر هذا دوري نو توب توب خليك تشوف واحد الميكرو تروتوار درناه مع الشارع المغربي ونرجع رايك في الديسك الاخر ديال ايمن صلح علي ما نديكش الفاكانسيا ديسك زوين صراحه كلشي الناس معجبين بهذا الديسك هذا سمعت الاغنيه الاخر تاعو صراحه دار واحد الثنائي زوين جا صوته متناسق مع مختار البركاني مع مختار البركاني اغنيه مزيانه فهمتيني فيها التراث فيها داكشي ديال الشرقيه فهمتيني عنده السير خاص صراحه و تشيلوح عليه واحد كيما تنقولوا واحد المليحه كتكون تتصفح في الفيسبوك تشوف ستوريات ديال الناس تيبان لك الديسك ديالو يعني الناس عجبهم بزاف وما عندكش يا الفاكونسيا وما عندكش سيتي كرياتيف اغنية زوينة سانسيغمون الشيخ مختار البركاني نعم. انت الاسم الحقيقي ديالك هو مختار زناتي ياك ولا لا نعم في الاول كانت الشاب مختار البركاني دابا ولات الشيخ الشيخ المختار تمشي عليك انا من هنا واحد 10 سنين ان شاء الله الحاج الله في الامر الحاج الله يعافيك حجاج ان شاء الله امين امين يا امين يا امين امين يا امين الشيخ المختار البركاني نعم انت كيلقبوك بملك الرقاده نعم ياك نعم. شنو كيمثل لك هذا اللقب بالنسبه لك في الحقيقه كان يمثل لي واحد واحد الشهرة كبيرة كان عندي واحد الصوت قوي بزاف ابو كان عندي واحد الصوت قوي وكانوا عندنا ذيك الوقيته مغنيين يغنيوا الرقادة وبنانا وهذه ومنا وصلت لواحد الأغنية هذه هي نتاع ديري الجلابة روحي خارجة صبت لك حل ما عرفتو لمنو وي ودابا عرفتي لمنو ولا لا نعم دابا عرفتي لمن ولا لا جبروا الاخ ديالي كان تلك عارف انا متزوج الا جبرتو غادي يكون عندي المشاكل واصف طري خويا الله يخلف عليه مزيان جابو المهم السي رشيد الشركه ديال مونديال كنت هذاك الوقت خدام معاهم خدمت معاهم شي تقريبا 21 عام هما اللي عطاوني هذا اللقب مزيان وتستاهل وتستاهل هذا اللقب الله يرضى عليك الله يرضى عليك الله يعزك تما تا 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 التليفون كيصوني بلاتي بلاتي افازي الو اهلا واخا واحد السيده كتعيط من 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 باريس من باري اه وي واحد السيده نشوفوا شكون هي فازي ياك مال الفاكانسية فازي في فوغ برافا 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 ايمانيتو سرحانيتو برافا بوركي كوزيب ايمانيتو سرحانيتو Perché? Dui, ma che piace? Ma che piace che bello ragazzo? Ah? سمحوا لي انا هضرش بزاف عابيه ان ثلاثه هذه ثلاثه واحد جوج ثلاثه بركي اربع شهور انا خويته مغرب هذا مشات لي عابيه كيفاش هذا انا ما ديكش فاكانسيا ما نديكش احنا شو درنا لك احنا شو درنا احنا ديما نجيبوا الصابون ديما نجيبوا الشامبوان ديما نجيبوا بزاف حوايج تبرعوكم انا كلشي نجيبو ليكم ما تبكيش ما تقول ما تبكيش اسمعي اسمعي قال لك ما تبكيش اتون لا انت واش تيقتي التو لا سيد تيق راسك تسلح بلاتي خويا واش تيقتي راسك ولا مالك دابا تصحاب لك حنا جالسين مريحين حنا الفاكاسيين كنتسناو فيك تجي دينا برافو عليك سير اخويا ويلي ويلي ايبا جوستومون اخويا جوستومون اي راه جوستومون جوستومون اخويا قبل تقف راسك بزاف قبل تقف راسك بزاف جادور انا جو تادور برافو برافو سي البركاني سي بيان سي بيان سي بيان كوم سا دابا انا بغيتكم بجوجكم تجاوبوا على هاد الفاكانسية لانه وهنا نبغي ندير تحية للجالية المغربية تحية كبيرة لهم ونبغيتك تجاوب علاش بقى فيهم الحال تتقول لها ما نديكش الفاكانسية ينعلبوا الاوراق اللي جيبوا الدل جاوبها جاوب هذه السيدة اش تقول لها؟ نجاوبها يعني واش غادي نقول لك هي فعلا الله ينعلبوا لك وغط اللي يجيبوا الذل هذا راه فعلا لا لا ما كذبتش كواغط دابا إلا دارت لك وحدها الكواغط تما
وطالت المده غادي تفوت عليك الشوك. والله يا سي فغي فوك ما تنوض تقول لك راني رديت كراجل اللي هو مشى من هنا مراه. إلا غيزون ديزولي كراجل زعما الصراحه كان كثر. انا عندي لا فامي ديالي شحال من واحد عنده مشاكل كثروا هذه المشاكل ما بين الرجل والمراه في اوروبا بزاف. ايوا ولكن الا كان الحب ما بين يعني الزوجين ما كيكونوش هاد المشاكل كنظن. الا كانت العلاقه ما بنياش على المصلحه برافو ياك ولا لا؟ نعم اذا كان الحب كانوا وليدات وفكروا خصو يفكروا دائما. اش كتقولوا للحب في الجهه الشرقيه في بركان الحب؟ الحب اش كتقولوا ليه انتم؟ الشيفلور ليه حنايا اش كتقول؟ لا لا درك البطاط لا حنا درك من اليابان تاع حنا نقولوا الحب. راه تعرف حنا ما قريب للحدود منين يقبضنا الحب ويدقدقنا. راه بقوار الرواح وكاين اللي يديروا لهم خمزه. هذا الحب يدير لك هادشي. واو كاين اللي يرفد ولده يديه يزور به والطربه وهو غير الحب. الحب مدقدقه. كنحييكم مره اخرى على هاد لا فيزيون اللي درتو ما بين جوج ديال الاجيال وقدمتوا اغنيه تبارك الله اللي حيات التراث ديال الاغنيه الشرقيه. أغنية ديال الرقادة فتبارك الله عليكم. نتمنى أنه فنانين آخرين حتى هما يديروا نفس الخطوة ويتعاملوا مع مغنيين لأنه دابا الشيخ البركاني بزاف ديال الشباب من هذا الجيل هذا ما كانوش كيعرفوه بزاف من خلال الأغنية ولا كل شيء كيعرفوه. وأنا زدت حبيته في هذا الحلقة هذه بالروح ديالو المرحة. بارك الله فيك. فتبارك الله عليك أيضا. غير بغيت نسولك أخويا سرحاني فازي واش الشمس مجهده ولا كيفاش؟ علاش؟ باسكو انتظر سايد سي كوا كوم تو ما في دون لوتخ ايميسيون سي بون قلت لك عمري دارت النواظر بصح الجمهور خاص يقول لي اسكو بلا نواظر شو بيان كوم سا بيان قول والله تفيقه وي بارك الله عليك ميرسي كل شيء مزيان سافا ميرسي. واش انت اليوم هو هذاك؟ والله لا توب تعرف ولا راني ناشط تو سي بوركوا تعرف علاش؟ ثلاث سنين ما تشوفناش رشيد الله يحفظك. الحمد لله الحمد لله يا سي الحمد لله. شوف انا جاني اليوم سرحاني شي حاجه ماشي هذيك واش سي بليت لا دابا حيت من الصباح حتى كدير لي الاغاني شويه ناشطين واكسيتي انا بكرهش كدير لي شي حاجه شويه ثقيله فازي ومكلتوم ولا شي حاجه ايه تعرف شنو شي حاجه صبا اوكي نو نو اتاتو خليني انا نطلب واخا ما كان عمري ما شفتك كسرحاني اسمعني زمان سي با شونتي ام كلثوم ولكن غير باش نشد شويه غير هكا باش نفاجئ على قلبي هذيك الضربه ديال غني لي شويه شويه واخا انا مازال ما فاجئتيش على قلبك وا انا غير غني لي هادشي كامل ما فاجئتيش على قلبك رشيد خليني على خاطري سرحاني بس دوب او لو لو با الله عليك وي كتفكرني ايه اسمح لي اسمح لي كتفكرني تعرف شنو ما ميغ ما كانت توصلني ليكول ليكول بريمير كانت هكا في السي دي ديالها في الطوموبيل توصلني في ليكول بريمير ليكول بريمير كومون دي اون عرب ليكول بريمير با الكوليج ابتدائي 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 فوالا ابتدائي توصلني ونسمع ام كلثوم اليوم جيم بيان اليوم سرحاني اوف الله اليوم سرحاني الله سرحاني ايمن وي اليوم عندنا لك واحد المفاجاه سي با فغي انت تكلمتي على شي حد كان كيوصلك وي ياك وي هذه مده فاش كنتي صغير وي وهذه الاغنيه فكرتك بشكون ماما اليوم عندنا لك واحد المفاجاه فازي غادي نخليك تشوفها حلم. سلام ولدي ايمن راني عارفه هذا الفيديو ما كنتش كتسناه وفيما كنت راني معاك الله يحفظك الله يرضي عليك مسيرة موفقة إن شاء الله. سلام
أيمن 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 أحطى هي صيفطتنا هذه الرسالة هذه وحنا وصلناها لك شنو ممكن تقول لها اليوم من رشيد شو؟ دروك هي أولا ما كانتش باغية ندخل الميدان الفني أوكي؟ نعم باسكو راك عارف أون سي سكي سباس دون الموند دو لا نوي عارفين شكاين في العالم ديال الليل وديال الموسيقى أوكي؟ نعم. راكم عارفين ياك؟ بون انايا في 2014 بديت اوكي بديت و مهم في الاول ما كنتش داير البوز لا غالبيه الطلب سي نورمال او اي واحد كيبدي راه سي نورمال معليش ميرسي يا رشيد ميرسي سي با غاف معليش اي واحد كيبدي في الميدل الفني و سي با غاف في الاول ما كي ما يقدرش يدير البوز يقولوا علاش طاطاتي انا الحمد لله يا ربي وبرضات الوالدين وبالمعاونه ديال الوالده جي غيوسي الحمد لله الحمد لله الله يكمل بخير والله يكمل عليكم اوكي اوكي واحد النهار الوالده ديالي كنا نتعشاو انا وياها قالت لي ايمن قالتها لي جاني الضحك سي نورمال سي با غراف قالت لي ايمن ما كتبش عليك بو انا في الاول ما كنتش باغيه تدخل في الميدان الفني ولكن ما رانيش نسمع بك زعما ما رانيش نسمع بيا زعما ماشي ايمن واي با واي ايمن ما ايمن اوكي با بروبليم قلت لها مامون تو سي كوا اعطيني 6 شهور ولا عام والله غادي جفي ندير شي حاجه لو كان ما نديرهاش والله العظيم الا ندير شي حاجه اخرى حلفت لها والله العظيم انا ما جي اوكي وهي امنات بالموهبه ديالك امنات باللو تالون ديالك امنات ولكن ما كانتش باغيه في الاول ندخل في الدخول مي قبلت باسكو قالت علي ندير له بليزير مع انا غير انا عند الوالده يعني ما كانش خوت ولا شي حاجه غير انا عند الوالده اوكي شنو تقول لها اليوم نقول لها ميرسي مامون فرها الكاميرا ها هي الي الي لا مامون ميرسي بور تي زانكوراجمون ميرسي على التشجيع والمعاونه ديالك وعلى الرضا ديالك وعلى الدعاوى ديالك اللي كتضلي تصلي وتقول يا ربي بعد عليك شر الخلق والسم الحديد وبنات الحرام ولاد الحرام والله مامون تيان 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 مامون تيان والله والله مامون ميرسي 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 مامون والله ميرسي ها تحيه تحيه ميرسي مامون والله ميرسي 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 سي مختار البركاني شو ممكن تقول واش غنيتي للام المغربيه شو ممكن تقول للام المغربيه اليوم والوالدين بصفه عامه والوالدين السي رشيد راه بلا بهم ما كاين حتى حاجه نعم ربما راك شفت الفيديو اللي كنت انا نديرو مع الوالد انا ما مات فايت ال100 فات 100 عام تبارك فايت ال100 ومات الحمد لله ثابته من رجلها ودرنا كاع ذاك المجهود درناه مع الوالدين راه اللي ما عندوش واحد الطابع ديال الوالدين غيره يجري باطل اه سي فري والله الا سي فري والله الا سي فري والله الا نيشان نيشان كاينه هذا الوقت كاينه هذا الوقت راه نشوفوا فيديوهات ونشوفوا راه اللاين على الشيطان راه والله الا بغيت تربح مع والديك واخا غير بالكلام واخا ما عندكش الغالب الله هما الربح هما الخساره والله نجينا مسم الوالدين امين امين ما تحكولهاش فيا شرا صاري ما تدولهاش اخباري ما تحكولهاش فيا شرا صاري باللي راني سوفري غيضتني عمري ونبكي على ليا وبنا ما عاد لو احنا بعاد اكيد راجع ولو بيني وبينه بلندات وبنا ما عاد اسكت وانت موجود مع نرضاني نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم واللي خلك ما يبغيني
معنا واحد الولد، واحد الشاب توا مرضي الوالدين، لانه اليوم حاضر معنا في البرنامج ان جون تالون اللي صيفط لينا الفيديو ديالو، انه في هذا الموسم قررنا اننا نفتحوا المجال للمواهب الشابه. هذا الجون هذا كيلعب بالكره، كيدير فري ستايل، واليوم غادي نخلي الجمهور المغربي يتعرف عليه من خلال هذا الباساج هذا. يا ودي تصفيقه تحرى عفاكم على الشاب مهدي رباح. وي معاك من بركان، شنو جبتي؟ قول لي جبتي شي حاجه ديالكم تما؟ شي كران ولا تشين؟ لا جبت لك الكريني عبد الفتاح. ها؟ لا لا الكريني الجميله كطيب مع اللحم ديال العجل، وضروري لما درتش التحميره راه ما كانش الكريني. يا سلام، هذه حنايا مولوعين بها في الشرق. هذه اشهر اكله عندكم؟ نفرحوا لها فوقاش يجي الوقت ديالها. اه يقدر بنادم ياكل جميله ديال الكريني من بركان يجي على رجليه حتى الكمون ما يخممش. الدنيا هانيه والحمد لله. ايمن سرحاني، وي اليوم عندنا لك الضيف المفاجاه. اوكي الضيف المفاجاه كيوقف مور داك الباب. اوكي غالبا هاد الضيف المفاجاه كيكون كيعرف الضيف مزيان ولا كيكون على خلاف معاه. اوكي يعني مخاصم معاه ولا كتكون كتربطوا به شي علاقه. اوكي بعض المرات هاد الضيف هذا يقدر يكون عنده شي حساب مع الضيف. اوكي انت في نظرك شكون اللي واقف مور داك الستار؟ لا جو اون فام، جو اون فام بور مو، بالنسبه ليا بالنسبه لا سيلويت جو اون فام اون كورون اون بلوس. دونك واش كنتي كتعرف شي بنت هاد اليامات؟ هاد البنت في هاد اليامات؟ نو. كنتي على علاقه هاد اليامات؟ نو صراحة لا 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 فيغيتي في هاد اليامات لا نو. دابا غادي نتعرفوا على الضيف المفاجأة. الضيف المفاجأة عرفتيها ولا ما عرفتيهاش؟ كثير عرفتيها ولا ما عرفتيهاش؟ واه صيح حياة جات وجات لي بالسير بان. اي 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 ولا ماشي هي؟ ها؟ وا سي توا عقلت هي ما تسيرفيت والكاسكيت لاكوت. نقول لك ياك شوف نقول لك من الاخر جيك من الاخر اخويا ما كنكذبش عليك قدام هاد الناس هما كيشوفوش اهلي. معليش جبت كل شيء وغنشنق عليك يا خويا واحد الشلقه. الله والله راه طلقتك. الله عليك اليوم ما فيا بلا بك. الله عليك نقافه. وي دخلي زربوا عليا اختي دخلي.
لا حياه شنو مشكل دابا؟ طلعوه معايا. كيفاش؟ الله هنايا في العمريه مالها باش يولي بغا يولي راجلي جا ويلي تبارك ايمن وي قدامي زيد لا ما طلعت هاي زيد قدامي الي يلا زيد ايمن ايمن واه وشحال انت كتقول جيبوا لي حياه واه سي فغي كثروا عليا البنات صحيح البلاصه ديالي هنايا وي زعما الله اكبر وي الله كيسكو جو دو فير خليك تما فازي سي بون شوف واسكت فازي سي بون سي بون وي سولا بلاتي 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 واش عرس بالصحة ولا شنو بلاتي اسمحوا لي اسمحوا لي اول حاجه بعدا انا عتيش بغيت ندير بغيتك تعرسهم على الطريقه ديال بركان لا العرس بركان انت اللي غادي تختار ايه انا ولدك الصغير فازي الرول عنده ونتزوجوا صافي دابا عندي بجوج سير على الله سير رول رول تبارك الله عليك حبيبه فنه جيبوا الحفاله وجيبوا القوال انواع الاله ما يوم اول العروس بزاله العريس بزال خرجوا يتباهوا نجمه في وسط هلال أيوة زغرت عليهم بصوت حنين فرحوا بيهم هما الاثنين زغرت عليهم بصوت حنين فرحوا بيهم هما الاثنين جيبوا الحفالة جيبوا القوال أنواع لما يوم موال العروس غزالة العريس غزال خرجوا يتباهوا نجمة في وسط الهلال إيك 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 قولوا لي يماها قولوا لي يماها الفرح معاها والسعد معاها هو يهوى وهي تهوى قاموا العرس وفرحوا بزواج حلال جيبوا الحفالة جيبوا القوال أنواع الآلة ما يوم موال العروس غزالة ورشيد غزال خرجوا يتباهوا نجمة في وسط الليل شكرا شكرا بارك الله عليكم شنو الاحساس ديالك انا نقول لك ما كذبش عليك كثير الكلمات مشاو ليا كيفاش صدمت دخلت صدمت ايمن شوف اخويا نقول لك واحد جوج كلمات لاحظت تفهمت العربيه ديال سكبتي العربيه واه طلعت باش يشاهدوا عليك شويه الناس فهمتي باش ما تخرجش من قال مزال صافي دافوخ شوف اخويا هبطني وطلعوك عافاك اخويا باش يشاهدوا على الناس ما تعرف اخويا راك ابن عمي صافي العماريه دابا دابا كتثبت عليك الزواج ايمن شنو جالس ياك اوكي بسم الله تو قلت عليك الله رسول الله يا الله رحم رحيمين يا رب العالمين الي سي بارتي الله اكبر وي مليحه C'est la première fois. Le fel, 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 fel. Foule Aliya, foule Aliya. Mais je ne touche. J'ai dit voilà. Hayat. Allah alayk. Mioun. 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 Barak Allah sur Ali. Ali. Allah. Barak Ali. Ya saf, ya lazi. صافي صافي يلا صافي يلا يلا زيد اخويا يلا زيد اخويا امشي يلا زيد اخويا وي 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 بركه بركه وي Merci.
ميرسي سي بيان. بعدا في هذا البلاطو فولتوا عليا على الزواج ان شاء الله باذن الله يا الله. ان شاء الله يا رب العالمين. حياه كتسناي ولا شنو؟ امشي معايا. ها امشي معايا وين؟ واش شريف راه طاشي فوق العنبر يزيد قدام مازال؟ ويلي مازيد راجع للكرسي رشيد اطلع. يلا سير 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 اطلع اوكي طبعا. هو ديالنا ايمن سرحاني سي بو سي بو جام بيان. ايمن سرحاني صافي حياته ما بقيتيش كتغني عليها. هيا جات جات و صاي حياه جات وجاتني بالقفطان. كنت غادي نقول بالسيرفات ولكن ما بقيتيش كتغني عليها دابا صافي. نو واه بوركوا كاسكي يا فازي سولت كسولت علاش ما بقيتيش كتغني على حياه بالدم بوركوا. انا سولتك انت واه بوركوا ما اوف كيسك شنو غادي نقول لك بون حياه السي سرحاني مال انا صبت لك اغنيه ديال الحياه بصح كي دايره بالزينه حياه ها شت ياك كي دايره بالزينه حياه صورتك ما تمشيليش صورتك ما تمشيليش من العقل راني نحبك حتى للممات راني نحبك حتى للممات اه بويا كي ندير لك وما بغيتش الذل ايمن سرحاني مختار بركاني واحد القضيه واحد الغوتات عندك ماشي نورمال. انا باسكو مجنون مسكون. شوف انا غادي نطلب من الفريق البرنامج فلاغيجي انهم يعطيونا واحد الغوتات ديالك سبيسيال. واو واو ما فهمتش انا كوا سي واو شنو داكشي واش عندك داكشي شي مشكل ولا شي ان فيت. شوف غادي نفهم لك كي نكون في الاستوديو مسكون ان بو شمهاروش تاع الموسيقى وكل شيء مهم صار سات دو كوتي سباين بروبليم. ان فيت ملي نكون في الاستوديو نكون نسجل عندي واحد كلافيست يلعب دي تروك اللي تاع الراي تاع دي تروك تاع الهبال مهم سباين بروبليم ايوا كيلعب لي شي صوالح نكون في الكاس نكون نسجل هكا وفي خطر نقول واو اوبليجي. يلا نشوفوا هذا واو في الفيديو ورجعوا الله. واعره واعره سي بون سي بون. حتى البركاني حتى هو عنده غوتات ديالو. انا ما كرهتش عطيني شي موال موال بركاني. عشنا وزهينا ويرحمها ربي الى ضاع المال حاجه مخلوفه ما عندها ما تدير لي كلمة عربي الرجال تعرف الرجال والحديث كفى حتى أنا في الصيد عامل حسابي حلف والله ما نصيد حاجة معيوفة عايش في الغزلان والذياب عقابي كي نشبع نقيس لهم حجلة جيفة عايش غير في الخوخ يا الفهم قصدي ناكل غير القلب ونقيس العلفة. بارك الله على السراجيب. ايمن عندنا واحد الفقره جديده في البرنامج نعم. فيها واحد التليفون غتشوفوا دابا قدامك ياك وا ها هو اوكي البلاصه فين غنوقفوا غادي نعطيك واحد التحدي اللي عنده علاقه ب كومونس ميم با فير لو فو فازي وصلنا ليكون ديال التليفون فازي اونسويت التحدي اللي عندك فوالا جو فريمون لا ميلودي تاع الفيلم دورور فازي
غادي تعيط لواحد الاسم انا غنقولو دابا. الله اكبر. واش تقدر تعيط عليه؟ تليفون. جبل سارتي من التليفون. شوف عندك جوج الحوايج. فازي. يا اما غتقبل التحدي. تبا اكسبتي لو ديفي. وي. وتعيط ليه. نعم. يا اما غادي نكومونديو 25 ساندويتش للبوبليك. الى رفضتي. داكور. الى رفضتي. داكور. غادي تخلص 25 ساندويتش. سا ديبون دو تروك. انا واخا نقبل نقدر انا نخلص ليهم. واخا. بيان سور. لا بروبليم. بيان سور. والله مرحبا. مرحبا. برافو عليك. وي. واش تقدر تعيط دابا؟ وي. دي جي حميده. Je l'appelle. S'il répond, après je sais pas ce qu'il fait là maintenant, mais je vais l'appeler. Non, c'est pas vrai. Dès le haut-parleur, bien sûr. Ici. Dès le haut-parleur. Ouais, je l'ai mis. T'as intérêt à répondre là. T'as cheminé, je vais t'amener ça. Je sais pas ce qu'il fait là maintenant. Parce que là, il y a un appel en cours, hein, tu vois bien. Appel en cours. Peut-être il est au studio, peut-être il est en. Mais je bouge. Ouais, c'est dommage. Hein, parce qu'à 3h du matin, il me répond, c'est ça le problème. Ahmed. Ok, ça va. Ça va. Je sais pas ce qu'il fait. Mohim, une fois ou tôt. Après, s'il faut revenir dessus, on reviendra. الان ايمن سرحاني واه وصلنا لواحد الفقره صعيبه كتعرفها مزيان هي فقره كرسي الاعتراف واش لا كوني حنا قلنا نديرو كرسي الاعتراف مع الشيخ البركاني واه ولكن ملي قلبنا في المسار ديالو لقينا ما عندوش مشاكل بزاف داكور قررنا اننا اليوم تكون انت اوكي في كرسي الاعتراف في الحله الجديده ديالو واخا ماشي انا اللي غادي نسولك واخا غادي يسولك واحد السيد ما كيبانش اوكي غنشوف هادشي كامل بعد الفاصل ايمن انت حققت واحد النجاح في وقت قياسي ولكن من بعد لاحظوا الناس ان ذاك النجاح بحال الا طفى وما بقاش واش ما كتشوفش ان النجاح اللي كيجي بسرعه وما كيكونش مبني على قاعده صحيحه كيري بدغيا دابا اولا انايا بديت في 2014 وبديت بشي اغاني لي اوكي ما داروش شي بوز انا متفق اوكي معترف ولكن في 2016 منين خرجت قريت الميساج لابسه جلابه طونطون نبغي تجيني بالسيرفيت حياه قالتها لي مهمتي وزيد مع لي دي جي مهم انا بالنسبه ليا ما غاديش نقول لكم طفيت لحقاش يمكن في المغرب ما بنتش في واحد الناحيه ولكن في اوروبا بنت في لي ديو اللي درتهم مع لي رابور فرونسي كو سوسوا فيجي دريم جول نابس لارتيست ومازال كاين المفاجات بزاف مع دي زوتر رابور لي مع داجو مع سول كينغ درتهم اصلا يعني انا بالنسبه ليا عاد بلا ما قلت انا بالنسبه ليا يمكن بالنسبه للجمهور طفيت يمكن مانيش عارف ولكن للان الحمد لله يا ربي الشمعه ديالي باقي شاعله يعني فوالا ايمن ديما كتكلم غير على الام ديالك وي والاب ما كنعرفو عليه والو شنو السبب او شنو الرساله اللي تبغي توصل ليه اليوم الاب ديالي بون الاب ديالي والام ديالي طلقوا هذه شحال ملي كانت عندي 3 سنين
ونص يمكن مانيش عارف، مانيش عاقل باسكو كنت بيبي. من بعد كنا نتشافوا انا وياه حتى ملي كانت عندي 6 سنين 6 سنين ونص. اوكي من بعد ما بقاش يقلب فريمون عليا. اوكي من بعد درت الحياه ديالي، الام ديالي الحمد لله وكنشكرها ما عاودتش الحياه ديالها، باش ما ندخلش في التفاصيل، ما عاودتش الحياه ديالها، ضحت حياتها عليا ودارت الراجل المراه اختي اونتر كيمي صاحبتي مرتي، دارت كل شيء استادير فيزيونيل، جو سي با كومون دي سون عرب مي اون ايتي فيزيونيل، يعني جو بو بارلي دو تو اي دو ريان افيك ال، نقدر نهضر معاها في اي حاجه بكل احترام. اوكي فهمتوا. دونك با شنو نقدر نقول له دابا؟ ما غاديش نقول له شي حاجه عادي، راه يمكن هو عنده شي حوايج في حياته اللي خلاوه يدير داك الشيء هادي شحال. سي با ان بروبليم، با دو بروبليم، مسامحه ودنيا واخره. دابا با راك تشوفني في التلفازه، راك تشوفني في اليوتيوب، راك تشوفني، المهم جو سي با. مسامحه دنيا واخره والله يسهل ويا با دو بروبليم، با دو بروبليم. با دو بروبليم عادي، تحيه سي بون. في الكليبات ديالك كانوا معاك بزاف صحاب. وي عاونوك في البدايات. نو فو با دير عاون. وقفوا معاك ايام كنتي كتصور غير بالتليفون. وي فو با دير عاون. من بعد بديتي كتخلى عليهم واحد بواحد. شنو؟ وهذا الشيء شهدوا به شي وحدين منهم. ا بون. اش كتقول في هذا الشيء؟ اوكي داكور. بون اولا الو غادي فقريت الميساج، سي فغي سي فغي. عيطت لشي صحابي باش يجيو معايا في الكليب. وقلت لهم واحد الحاجه والله العظيم بالعرش العلي العظيم، قلت لهم واش بغيتوا تجيو معايا في الكليب باش يكونوا لي فيغورون؟ سي نورمال، سي اي فنان اي واحد غادي يديرها. اسكو واش بغيتوا نخلصكم باش تكونوا باينين في الكليب ديالي؟ اوكي قالوا لي نو سي بون، لكن حتى مشكل، يا با دو بروبليم، احنا معاك. اوكي يا با دو بروبليم. جاو كنا مجموعين، درنا قريت الميساج، لابسه جلابه، طونطون، سيرفيت، اوكي يا با دو بروبليم. ولكن من بعد انا مانيش عارفه، ما نكذبش عليك، بون بعد تعلمت، ولكن خاصكم تعرفوا واحد الحاجه، اللي مغني اللي ماشي مغني واللي بغى يولي مغني، خاصكم تعرفوا واحد الحاجه وغادي نقولها لكم انا اللي مجرب. كاين شي ناس يقدروا يكونوا معاكم في الاول وغادي يشوفوا الباز معاكم وغادي يبقاو معاك، ولكن يا مومون دوني كاين واحد اللحظه، واحد الموقف غادي تشوفوا واحد الحاجه اللي هي الدراهم، اكسكوزي مو دو دير سا، الفلوس. مي لو بروبليم سيك انا جو لو ميريت، كومون دي جو لو ميريت ان عرب، نستاهل هاد الشيء، نستاهل. بوركوا؟ باسكو خدمت ودرت وكافحت الو وي تا 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 تا. اوكي هما ما عندهمش هادشي في الراس، دونك هما بحال اللي بالنسبه لهم واي كومون سا ايمن تاك لي مونتي تاك لارجون ماش، مي سي با كيسيون دارجون، ماشي قضيه الفلوس. انا 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 هو انا كيما عرفتوني شوي كوم سا، بحال كيما عرفتوني كيما راني دروك، والله راكم تشوفوني. ولكن خاصهم يتعلموا واحد الحاجه، سيك لو موند دو لا ميوزيك، لو شو بيزنس سي سكون ابل ان فرونسي لو شو بيزنس، سي تري دونجورو، سي ان موند دو ركان اي سي لا فيريتي. وهذه نصيحه لاي واحد اللي باغي يدخل في الدومين اللي انا فيه واللي كاع الفنانين راهم فيه. فوالا سي لو ميساج كو جو بو دوني، سي ان ميساج سوبليمينال، سي تو. ايمن السرحاني. ايمن شكرا لك على هذه الصراحه ديالك. ميرسي. وحنايا راه اكيد ان الجمهور حس بصراحه وحس بصدق في الكلام ديالك. شكرا. نتمنوا لك كل التوفيق ان شاء الله. امين يا رب العالمين. اش بان لك سي مختار بركاني؟ مزيان هالشيء اللي قالوه بحق والديه، قال واحد الكلمه يعني في محلها، قال كلام طيب ولكن الحمد لله غامر. غامر وراه مزيان، وهي فعلا شوف الفلوس. في الدار ديالك ما يكون عندك المشاكل.
هذا العصر هذا كل شيء يبغي الفلوس. انا جاو عندي بزاف تاع الناس واش خلصك السرحاني ولا ما خلصكش؟ تيبغيو يديروا المشاكل بيناتكم. عاود نمشي واش عطاك ولا زعما هذا الانسان كاع باغيني باش نخلص وكذا ويجي الناس حاشا ولله. عزك الله. يبغيو يدوروا غير باش يعضوا. حنا من هذا المنبر نقولوا السي رشيد انسان يديها في مخو يدير اليقين في الله. انا ونمشي معاه فين نبغي، حنا ما بيناتناش كاع الفلوس انا وايمن. يعيط لي وسورتو ملي نبقى انا وياه نهضروا كذا يقول لي كي راه دايره الحاله، كي دايره الدعوه، كي دايره، ما غاديش نكذبوا لانه كل شيء فايت. قال لك الرجل رجلا ولو خان الزمن والكلب كلبا ولو علق الجوهر. هذا انا عارفه رجل راه عاد رجل معايا. راضي. السلام عليكم. الشيخ المختار البركاني، اليوم من رشيد شو، واليوم كنتشرفوا انك حاضر معنا وفرحان بزاف انني استقبلتك في البرنامج. الله يرضي عليك، احنا فرحنا. الله يحفظك. والله العلي العظيم. الله يحفظك. من خلال كنحيي الناس ديال الجهه الشرقيه كلها. الله يعزك. وزايد واحد الحاجه، انا ما كنتش عارفك هكذا. قسما بالله. الله يحفظك. كنا نسمعوا رشيد شو يشوي. لا لا تريف. لا غير في ابني. شهادة لله. الله يحفظك. والله لا انسان طيب، انسان خلوق، وتعطي الوقت للفنان وغير تهدر مع غير بلادي ذاك الشيء على خاطره، ما تحرجوا ما والو، وكلامك مبروك. ونشكر هذا الجمهور مساكين اللي راه مغامر معنا في الليل، والناس نتاع الطاقم اللي راه مسهرين معنا. شكرا لك مره اخرى. وفي الاخير نبغي نقول لك قبل ما نديروا واحد التحدي سبيسيال. الله. ايمن سرحاني وانت غتكون مشارك في التحدي ولكن بشكل اخر. قبل ما ندوزوا للتحدي غادي نطلب منك توجه رساله لشخص من اختيارك امام الكاميرا، شنو تقول له؟ يعني رساله حاره من القلب الخالص لولدي عماد وولدي رابح من كازا من الدوزان حتى البركان. وي وي. الله يخليهم لك. الله يعزك. الله يخليهم لك. الله يطول عمرك. ومازال غنجي عندك البركان. مرحبا بك. وغادي ناكل هذيك سميتها القريني. القريني. شوف. مرحبا بك، ضربها ب 3000 ولا 4000. الله يحفظك. القلب الكبير. وسول سول. القابض. قابض عمره ما يطلق. يلا مشاهدينا تحدي بعد الفاصل. شجعوني سي بوبلي. وي فاسي. مشاهدينا وصلنا للفقره ديال التحدي، معنا ايمن السرحاني فوق هذا الكرسي اللي كيدور بواحد السرعه خياليه. التحدي اللي عندك ايمن هو انك خصك دير لو رول ديال ان سيرفور سربعي داكور ناديل. ناديل باللغه العربيه. غادي تمشي تدور بك الكرسي وغتوقف، خصك ديك الساعه تنزل منه تهز واحد البلاطو من تما وتوصلو للسي بركاني اللي جالس في القهوه. عمي المختار. عمي المختار. تبارك الله عليك. 3 2 1 نبداو. رول. حبس. يلا سرحاني هز دغيا دغيا. بدا سربي سربي. لا طاحوا سير عاود.
لا 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 عاود طلع طاحو عاود طلع شكرا عليك سبيقه تحرى عليها واش بغيت دير شي بركه السي مختار انا درت بكري ما نقدرش تبارك الله يكتب المعنى سبيقه تحرى عليهم عفاكم شكرا لكم شكرا لكم بزاف نورتونا في هذه الحلقه هذه شكرا سي مختار البركاني كان لنا الشرف انك تكون معنا في هذه الحلقه هذه الله يحفظك الله يطول عمرك شكرا لك ايمن سرحاني دائما على هذا الشيء كامل وصبر علينا اليوم على خسرنا لك ايه العذابه ياك صايب او لطيف شتا الدوره اللي درت بالكرسي قول هذه نزيدوا لك شويه خصك ديرها حتى في الرقاده الرقاده يلا نساليو الرقاده فاسي يلا كل شيء يلا